نفى رئيس الوزراء وزير الإسكان مصطفى مدبولي تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية وإدارية بالمدن الجديدة. وأوضح مدبولي أنه سبق وتم عرض دراسة لتقنين أوضاع عدد من الوحدات التجارية بالأدوار الأرضية والتي تم تحويلها في الإسكان القومي القديم فقط باشتراطات محددة، إلا أنه تم رفض تنفيذ هذه الدراسة تمهيدا لإغلاق هذه الوحدات.